بري العاصمة العين 1-1 والوحدة كذلك في مباراة 3-3. علي علي يا مهارتك يا لعيب يا فنان. الله الله الامبراطور نحو الصراع على القمة يتجه هذا الوصلاوي وأخباره الحلوة. ياهو مرور يا علي وياهي نهاية سعيدة يا شانكلاي الأرجنتيني. المهارة تقول كلمتها، المهارة تتكلم. عينك على علي صالح، ضرب المدافع. الله الله هني انتهى كل شيء خلاص. قدم لك الهدية والأرجنتيني في هذا المكان شانكلاي. الهدايا لا ترد. ياهو مرور، المهارة تتكلم. علي صالح، علي صالح هو اللي يحسب له الهدف. مرور الحلو وتمريرته الأحلى وشانكلاي يقول له. هنا الضغط من جانب أناتول، أناتول الكاميروني تحت الرقابة لكنه يهرب. الله يا ستار يا ستار. الراقي يعود بلقطة جميلة، عرضية مثالية على راس لورينسيدو الذي ترجمها بامتياز في مرمى السناني. يعود البطايح يعادل النتيجة 1-1 1-1. هذا هدافهم، هذا هدافهم اللي يصل إلى الهدف السابع له في المسابقة لورينسيدو البرازيلي. شوف الضغط من جانب اللاعب أناتول، غلطة سفيان بوفتيني، الثمن كان باهظا. الله يتلاعب الكاميروني بطريقته، يقدمها بامتياز، لمسة معلم، نهاية بالرأس خلاص وصلت إلى الشباك. بعد هذه اللمسة الكرة على رأس لورينسيدو، تعرف طريقها إلى الشباك. يعادل النتيجة، يعيد المباراة نحو الإثارة. 1-1. ولع يا دورينا. 1-1. هداف الوصل اللي عندها 12 هدف، أفضل من يسجل للإمبراطور. هذا الساحر يضعها في المرمى، يعيد الوصل نحو التقدم مجددا. الإمبراطور يسجل الثنائية في زعبيل، في زعبيل. الأفراح الوصلاوية تتواصل وتستمر. فابيو ديليما أفضل من يسجل للشعار الأصفر هذا الموسم، يأتي بضربة جزاء ناجحة ويعيد التقدم الوصلاوي. علي صالح، علي صالح كان خلف الهدف الأول بتمريرة وكان خلف الهدف الثاني لأنه كان خلف ضربة الجزاء، وفابيو ديليما يعالجها بصورة سليمة. فابيو ديليما يسجل بطريقة جميلة ويهدي الوصلاوية تقدم. غلطة غلطة. الله في زعبيل وصلاوي سلام، وللأصفر تعظيم سلام. ما هكذا تبعد الكرات يا زايد أحمد أمام شانكلاي. الغلطة ثمنها باهظا هذا الأرجنتيني الذي يواصل العزف على شباك البطايح. هو من سجل الأول وسجل الثالث الآن. غلطة حارس المرمى زايد أحمد. ما هكذا ترسل التمريرات، ما هكذا تبعد الكرات. تأتي هدية وشانكلاي الأرجنتيني في هذا المكان لا يهدر الهدايا إطلاقا. قدم يسرى قوية زاحفة، شوف 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 شوف، وضعها بكل قوته في الزاوية اللي كانت شاغرة بالفعل وسجل وأهدى الوصل. فرحة في مناسبة ولاحظ ردة